باسمي لعبد الله، طبعا لعبد السيد الماسي وزمايلي في رئيس الشعب الواحد وأعضاء مجلس النواب عن القاهرة الإسكندرية، وزمايلي الحقيقة في هيئات المواني وقطاع المال البحري. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا في هذا الاحتفال الجميل اللي هو حقيقة بيبقى يعني حياة لطيفة سنة. واعتقد ان احنا حريصين دايما ان احنا كوزاره النقل والمجتمع الملاحي حتى